لم يحسم الجدل بعد فيما يخص أيهما أفضل، تناول الطعام قبل ممارسة الرياضة أو بعدها، غير أن لكل منهما إيجابياته وسلبياته. هناك نصائح لتناول الطعام قبل ممارسة الرياضة لتمد الجسم بالطاقة وتحميه من انخفاض الضغط فجأة أثناء التمرين، ولتقوم بحرق الطعام وهضمه بشكل أسرع. فيما تقول نصائح أخرى أن تناول الطعام بعد ممارسة الرياضة يساعد الجسم في بناء العضلات واستعادة النشاط. وتشير الأبحاث إلى أن من لا يتناولون وجبة الإفطار قبل التمارين كان حرق الدهون أعلى عندهم عند التمرين، غير أن من سلبياته أن التمرين على معدة فارغة قد يضعف الجسم ويتعبه ويشعرك بحاجة إلى التوقف لأنك قد تنهار. ولنوع التمرين دور في تناول الطعام قبل التمرين من عدمه، إذ يمكنك ممارسة اليوغا لمدة ساعات كاملة دون أن تصدر معدتك أصوات غريبة، ولكن من غير المرجح أن تنجح في ذلك أثناء تمرين الركض لمدة 15 كيلومترا، ولكن من غير المرجح أن تنجح في ذلك أثناء تمرين الركض لمسافة 15 كيلومترا دون الحصول على نوع من الدعم الغذائي. ولتحقيق أداء أفضل في التمرين يحتاج جسمك إلى شحن طاقته بالبروتين والنشويات قبل التمرين بساعتين إلى 3 ساعات وشرب كوب من الماء على الأقل قبل ممارسة التمارين الصباحية حتى لا يتعرض جسمك للجفاف. عندما يتعلق الأمر باللياقة البدنية يختلف كل شخص منا عن الآخرين، ويعود الأمر إليك لتجربة أطعمة مختلفة قبل التدريب وبعده للعثور على ما يناسبك.